قرايبي الحلوين، عرفنا الحلقة اللي فاتت إن ربنا خلق العرش، وأول حاجة خلقها بعده كانت القلم. ربنا أمر القلم إن هو يكتب في اللوح المحفوظ. وإنتوا سألتوني يعني إيه اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ ده كتاب كبير جدا جدا، فيه كل حاجة هتحصل للبشر من أول ربنا ما خلقنا لحد الكون. اللوح المحفوظ ده ما ينفعش حد يلعب فيه ولا يزود حرف ولا ينقص حرف. اللوح المحفوظ ده كمان بيسموه بأم الكتاب، عشان هو الكتاب الكبير اللي موجود ومكتوب جواه كل الكتب السماوية، التوراة والإنجيل وصحف سيدنا إبراهيم، زبور اللي نزل على سيدنا داود. دي كتب سماوية ربنا نزلها على الأنبياء، هنعرفها بعد كده في القصص الجاية. اتكلمنا كمان عن خلق سيدنا آدم وإن ربنا كرمه وخلقه بإيده والملائكة سجدت لسيدنا آدم. سيدنا آدم كان في الجنة لوحده وكان محتاج حد يونسه، عشان كده ربنا خلق له السيدة حواء من ضلعه، وكانوا عايشين في الجنة سعداء وكانوا بيأكلوا ويشربوا كل حاجة بيتمنوها. ربنا منع عنهم شجرة واحدة بس ما ينفعش يقربوا منها، لكن إبليس كان بيوسوس ليهم عشان يأكلوا من الشجرة دي ويعصوا ربنا. فأما أكلوا من الشجرة دي ظهرت لهم عورتهم، كانوا مكسوفين جدا وكانوا بياخدوا ورق الشجرة عشان يغطوا بيه نفسهم. سيدنا آدم ندم واستغفر وتاب، لكن ربنا قال لهم ان هما مش هيعيشوا في الجنة تاني وهينزلوا يعيشوا في الارض، كمان ابليس هينزل معاهم. يلا بينا نعرف بقى عاشوا ازاي في الارض ويا ترى نزلوا فين. يقال ان كل واحد فيهم نزل في مكان مختلف عن التاني خالص. السيدة حواء نزلت في جدة، ودي مدينة موجودة دلوقتي في السعودية اللي بنروح نحج فيها، وسيدنا ادم نزل في الهند. قعدوا يدوروا على بعض كتير جدا في الارض، لقوا بعض واتقابلوا فين؟ في جبل عرفات اللي هو موجود برضو في السعودية. كمان إبليس نزل معاهم الأرض، كان هدفه إنه يوسوس للبشر عشان يعصوا ربنا ويدخلوا النار. إحنا عرفنا إن هم لما كانوا في الجنة ربنا كان بيديهم كل ما يتمنوا ويوفر لهم كل حاجة، لكن دلوقتي هم أما نزلوا على الأرض كانوا مضطرين إن هم يدوروا على الأكل والشرب لنفسهم. ربنا كمان كان معرف سيدنا آدم كل حاجة، وأكان أما يشوف الحاجة بيبقى عارف اسمها. دلوقتي يا حلوين عايزين نعرف إزاي الناس بقت كتيرة قوي في الأرض كده. السيدة حواء كانت بتولد توأم، بكل حمل كانت بتولد ولد وبنت مع بعض. يقولوا إن هي حملت 20 مرة، يعني كان عندها 40 ولد وبنت، وفي قول تاني بيقول إن هي حملت 40 مرة، يعني كان عندها 80 ولد وبنت. مش مهم أيا كان العدد الصح فيهم إيه، مهم إن كان وقتها مينفعش يتجوز البنت اللي مولودة معاه في نفس البطن عشان هي أخته، كان السبب في زيادة عدد الناس على الأرض. سيدنا آدم كان بيعلم أولاده الدين وبيعرفهم مين هو ربنا، وبيقول لهم خدوا بالكم من إبليس عشان هو هيوسوس ليكم ويخليكم تعملوا السيئات. سيدنا آدم كان عنده ولدين، واحد اسمه قابيل وواحد اسمه هابيل. اتولد مع قابيل دوت أخت كانت جميلة جدا، واتولد مع هابيل أخت كانت قليلة في الجمال. المفروض إن قابيل يتجوز مين؟ أخت هابيل اللي هي مش جميلة، وهابيل المفروض يتجوز أخت قابيل اللي هي كانت جميلة. بس قابيل طبعا كان هو الكبير، زعل جدا وقال أنا عايز أتجوز أختي الجميلة، مش عايز التانية اللي هي مش جميلة. إشمعنى هابيل هو اللي هيتجوزها؟ وإحنا عارفين طبعا إن ما ينفعش إن هو يتجوز أخته، بس هو كان مصمم يتجوز أخته رغم إن هو حرام عشان ده شرع ربنا. بس ربنا حل الإشكال ده وقال لسيدنا آدم على فكرة إن كل واحد من أولاده هابيل وقابيل بيقدموا قربان لربنا. يعني إيه قربان؟ القربان ده حاجة بيقدموها لربنا، فلو ربنا قبلها واحد منهم هو اللي هيتجوز البنت الجميلة اللي هي أخت قابيل. قابيل كان بيشتغل في الزراعة وهابيل كان بيشتغل في الرعي، يعني بيرعي الأغنام. قابيل دور على أحسن كبش عنده أو خروف عنده وقدمه قربان لله، أما قابيل كان بيدور على أي حاجة وحشة عنده ومهتمش إنه هو بيقدم حاجة كويسة. ربنا قبل من مين يا ترى القربان عليكم؟ قبل من هابيل عشان هو اللي قدم أفضل حاجة عنده، وبكده يكون هابيل هو اللي هيتجوز البنت الجميلة أخت قابيل. طب هم ازاي عرفوا ان ربنا قبل من هابيل القربان؟ كان في علامة ان السماء هينزل منها نار هتحرق القربان اللي ربنا هيقبله. طبعا قابيل زعل وغضب وقال ازاي
ازاي ربنا ما يقبلش مني؟ وقعد يرمي اخطائه على غيره ويقول انتوا السبب، ما ينفعش كده. وقال لاخوه هابيل انا هقتلك عشان استريح منك وعشان اتجوز الجميلة اختي. بس هابيل قال له انا بخاف من ربنا وبسمع كلامه وبعمل اللي يرضي ربنا، انما انت مش بتعمل الحاجات الكويسه اللي بترضي ربنا ولا بتسمع كلامه. انت السبب ان ربنا ما قبلش منك عشان انت قدمت ليه اسوأ، ما اخترتش الحاجه الكويسه الجميله لربنا. لازم تتقي ربنا. قابيل برضو كان مصمم يقتل اخوه هابيل، وهابيل يقول له لو انت هتقتلني او تمد ايدك عليا انا عمري ما هعمل كده عشان انا بخاف من ربنا. وقعد يقول له خاف من ربنا ومن عذاب النار. كان في يوم هابيل نايم في المكان اللي بيرعى فيه الأغنام، وقابيل شافه فراح جاب صخرة كبيرة وضرب أخوه هابيل في راسه فمات. طبعا اللي عمله قابيل ده غلط وعمل جريمة كبيرة جدا، خسر أخوه اللي كان بيعيش معاه وبيقعد معاه وبيقضي معاه أوقات جميلة سبب الحسد والغل والغيرة من أخوه. قابيل ما قتل أخوه هابيل كانش عارف يعمل إيه، أول مرة يشوف حد ميت، فضل شايل أخوه على كتفه ويلف بيه يلف بيه لحد ما شاف غرابين ربنا بعتهم قعدوا يتخانقوا مع بعض قدامه، واحد فيهم قتل التاني وحفر حفرة ودفن فيها جثة الغراب التاني، وبكده الغراب هو اللي علم قابيل إزاي يدفن أخوه. أما قابيل شاف الغراب بيعمل كده زعل وندم، قال إزاي أنا أقتل أخويا وما كنش عارف إزاي أدفنه. بعدها سيدنا آدم حزن جدا لموت هابيل عشان هابيل كان ولد صالح، وسيدنا آدم فضل يعلم أولاده تعاليم الدين وخاصة ابنه اللي كان اسمه شيث. سيدنا آدم كان بيعيش في الجبال، وقابيل بعد ما قتل أخوه هابيل خد زوجته وراحوا سكنوا في السهول. السهول دي ليها مكان منخفضة مش عالي زي الجبل، الجبل عالي. عاشوا هناك، وهنا الناس انقسموا نصين، ناس كانوا عايشين في الجبل مع سيدنا آدم ودول ناس كانوا بيعملوا حاجات كويسة وخير وبيعبدوا ربنا، والناس اللي كانوا في السهول مع قابيل كانوا بيفسدوا في الأرض وبيعصوا ربنا، والشيطان كان مسيطر عليهم كان بيوسوس ليهم يخليهم يفسدوا في الأرض، وكانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا. الشيطان بيخلي الناس اللي في الجبال دول يعملوا زي الناس اللي في السهول ويعصوا ربنا، لحد ما فعلا واحد من اللي في الجبال شافوا الناس اللي في السهول وعمل زيهم المعاصي. ولكن سيدنا آدم كان بيقول لأولاده يسمعوا كلام ربنا ويعبدوه ويبعدوا عن الشيطان عشان هو هيخليهم يدخلوا النار. سيدنا آدم عاش 960 سنة. بعد ما مات ابنه شيث ورث منه العلم وكان نبي وبيعلم الناس الدين وبيقول لهم يعملوا الخير. دلوقتي عايزين نعرف سيدنا آدم مات ازاي واندفن ازاي. اما سيدنا آدم حس ان هو خلاص هيموت، طلب من ولاده ان هم يجيبوا له فاكهة معينة كان بياكلها في الجنة، وكان بيقول لهم ابحثوا عنها. هم رايحين في طريقهم قابلهم مجموعة من الشباب، قالوا لهم رايحين فين؟ قالوا لهم احنا رايحين نجيب فاكهة لأبونا. قالوا لهم خلاص تعالوا ارجعوا عشان هو خلاص هيموت مش هيلحق ياكلها. وراحوا معاهم لسيدنا آدم البيت. اول ما دخلوا السيدة حواء خافت على سيدنا آدم لأن هي عرفتهم إن هم ملايكة في شكل بشر، كانت بتشوفهم في الجنة لما كانت عايشة هناك. الملايكة اللي على شكل بشر دول قبضوا روح سيدنا آدم ومات. الملايكة قاموا غسلوا سيدنا آدم وكفنوه وحفروا ليه قبر ودفنوه فيه، وبكده تكون انتهت قصة سيدنا آدم. وفضل الناس صراع بين الخير والشر والناس اللي بتعمل الحسنات وطاعة لله والناس اللي بتعمل سيئات يعصي الله. دلوقتي يا حلوين هقول لكم شوية أسئلة الشاطر اللي هيجاوب عليها في التعليقات. السؤال الأول إيه هي أول حاجة خلقها ربنا؟ السؤال الثاني إيه هو اللوح المحفوظ؟ السؤال الثالث الملائكة اتخلقت من إيه؟ السؤال الرابع ربنا خلق البشر من ايه وخلق الجن من ايه؟ السؤال اللي بعد كده سيدنا آدم عاش كام سنة؟ ما تنسوش يا حلوين تكتبولي في التعليقات استفدتوا ايه من قصة سيدنا آدم عليه السلام. اتمنى القصة دي تكون عجبتكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبوهولي في التعليقات عشان اجاوبكم عليه في الحلقة الجاية.